نقطتين. بالنسبة للتعديل الأول اللي هو رفع النسبة من 2% إلى 4% للشركات اللي توظف أكثر من 50 عامل، احنا ارتئينا هذه النسبة بناء على احتياجات ذوي الإعاقة نفسهم. وأيضا معالي الرئيس للعدد اللي اذكروا الإخوان من وزارة العمل نفسهم، أن في 2023 عدد طالبين العمل 321 طلب، فالعدد في تزايد من 2022 إلى 2023، العدد في تزايد. فهذا التعديل معالي الرئيس راح يخلق فرص جديدة، وراح يجعل هناك شواقر للإخوان من فئة ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالذات في القطاع الخاص. المادة الثانية معالي الرئيس اللي هو مادة مشتركة بين وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية وأيضا رئيس ديوان الخدمة المدنية، بإصدار قرار يوضح بالوظائف الشاقرة في القطاع الحكومي لذوي الإعاقة. هذه المعالي الرئيس حسب إجابة الوزارة نفسها، حسب إجابة الوزارة لسؤال الأخ طلال المناعي، من سنة 2006 من إصدار قانون رعاية وتشغيل المعاقين إلى يومنا هذا 18 سنة لم يصدر فيها أي قرار، لأن القانون نفسه هو يعني يجيز للوزير وليس إلزامي مثل ما هو في التعديل الموجود أمامكم اليوم. التعديل يلزم الوزير بإصدار هذا القرار، وإحنا معالي الرئيس نشوف أن هذا حق من حقوقهم. الحكومة الحمد لله ودولتنا لابد أن احنا نفتخر أن في القانون نفسه وضعت لهم هذا الحق، فلا هم مو محتاجين أن يطلبون بحقوقهم لأن القانون نفسه يلزم لهم هذه الحقوق. معالي الرئيس، في محاضرة ألقاها الأخ صادق سهوان، أعتقد موجود معنا أيضا اليوم في القاعة، وهناك أكثر من 70 وظيفة حكومية موجودة حاليا، هذه اللي تم رصدها، أكثر من 70 وظيفة لذوي الإعاقة هذه بعد هاي الاجتماعات. يعني لو كنا احنا معالي الرئيس مطبقين هذا القانون من 2006، ولو كنا مطبقين المادة اللي يعني أمامكم اليوم مادة 11 اللي كنا مطبقينها اللي هو توظيف 2% وقتها، كان أنا اليوم أتحدى الجميع أن احنا عندنا طلبات التوظيف تكون صفر صفر. احنا كلجنة دعينا لهم، احنا وجهنا الدعوات للجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة وبأصحاب الشأن نفسهم، دعيناهم إلى مجلسكم الموقر وطلبنا منهم مرئياتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، طلبناها كلها تكون موجودة ومكتوبة وموجودة عندنا معالي الرئيس في ملفاتنا. احنا معالي الرئيس كسلطة تشريعية عندنا أدوات دستورية محدودة نستخدمها لإن شاء الله حل هذه مثل هذه المشاكل. احنا عطينا الأخوان اللي اجتمعنا بهم كلمة، وإن شاء الله بدعمكم ودعم الأخوان في الحكومة الله يقدرنا إن شاء الله ونوفي هذه الكلمة ونوفي هذه الوعود اللي وعدناهم. شكرا.